1000 words in 2 minutes. ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. كلمة اليوم ability. 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 تعالوا هيا لنكتشف أسرار هذه الكلمة ونحفظها بشكل الصحيح. Ability. Ability. القدرة. تأتي بمعنى القدرة أو تمكن. مقدرة. طاقة أو قوة. Ability. ركز معي الآن، اكتب هذه العبارة في كراسك وجميع العبارات القادمة وكررها بصوت مرتفع 5 مرات حتى تحفظها بشكل جيد. Ability. 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 اشترك في القناة وتابع جميع دروسنا المجانية. شكرا لك. اضغط اعجاب وشارك هذا الفيديو في نهاية هذه الحلقة ايضا. Ability. He has great ability as a teacher. He has great ability as a teacher. لديه قدرة كبيرة كمعلم. He has great ability as a teacher. المثال الآخر. Does anyone think leadership ability can be quantified? Does anyone think leadership ability can be quantified? هل يعتقد أي شخص أن القدرة على القيادة يمكن قياسها؟ المرادفات. Capacity, power, competence, force. مرادفات كلمة ability. Capacity, power, competence, and force. Leadership ability. Leadership ability. The ability to motivate. The ability to motivate. Reading ability. Great ability. Ability. شكرا لك على المتابعة. اضغط اعجاب واشتراك في القناة وتابع باقي دروسنا. شكرا لك.